صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. منصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة في هذا النهار المبارك بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صباحكم نور، وعنوان الحلقة اليوم الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. واخترنا هذا العنوان طبعا انتو يعني الواحد ما بده يعلم عليكم او يخبركم عن موضوع الزواجات وعن موضوع المشاكل والاعداد الطلاق اللي عم تتزايد للأسف يوميا، وعم نسمع المشاكل الزوجية وايضا عن الدورات اللي بلشت الكنائس توعى لهذا الموضوع لخطر هذا الموضوع اللي هو الإعداد للزواج، الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة اللاتين وأيضا الكنائس الكاثوليكية في الأردن وأيضا كمان في الكنائس بعتقد بمناطق عديدة من الدول العربية وأيضا بالغرب، اهتمام رجع الاهتمام في الإعداد المسبق للزواج ومفهوم الزواج ومعنى الزواج ومتطلبات الزواج، مسؤوليات الزواج وواجبات الزواج. اليوم حديثنا رح يكون عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. وقبل ما أحكي عن هذا الموضوع رح شوية هيك أستعرض بعض النشاطات اللي كانت خلال هذا الأسبوع من أخبار محلية وأيضا أخبار كنسية. طبعا اللي بيتابع صفحتنا على نورسات الأردن بلاقي أنه اهتمينا قليلا بقداسة البابا فرانسيس وزيارة الرسول لمدينة لاكويلا، أيضا افتتاحه لبوابة بسموها الغفران أو بوابة يعلن أمامها أن تكون صاحب سلطة. في هناك أيضا فيديو كليب لقداسة البابا فرانسيس في زيارته لقداسة البابا بنديكتوس، كتير الفيديو رائع ببنن عن التواضع لقداسة البابا فرانسيس وعلى هالمحبة الكبيرة والشهادة الكبيرة اللي عم بيعطيها أمام الكرادلة في زيارتهم لقداسة البابا بنديكتوس، وشهادته الحية في الحب اللامتناهي أمام الكرادلة الجدد ليعلن أمامهم أن تكون صاحب سلطة، عليك أن تكون خادما متواضعا للسيد المسيح. حكيت عن موضوع البوابة اللي افتتحها، إذا شفتوا الصور، وهو تقليد بدأه البابا سيلستين الخامس في عام 1294 بمناسبة بدء مهرجان الغفران السنوي. البابا فرانسيس هو أول بابا يفتح الباب المقدس منذ 728 عاما، فهذا حدث كبير في الكنيسة. وأيضا تغطياتنا الأسبوعية من الأخبار والتقارير الأسبوعية لبرنامج الأردن في أسبوع كان صادف يوم أمس عيد انتقال السيدة العذراء على الطقس الأرثوذكسي، فكانت الصلوات أيضا مقامة في الكنائس الأرثوذكسية بهاي المناسبة. ومنقول كل عام وأنتم بخير، واللي صاموا هاي الفترة صيامهم مقبول ونواياهم إن شاء الله مستجابة. كان عندنا أيضا المطران يوسف متى زار مكتب النورسات بعمان من خلال زيارته لأحد المخيمات في مدينة الزرقاء، ونشكره على هذه الزيارة القيمة. وإن شاء الله هو مطران طبعا في منطقة الجليل بالأراضي المقدسة، إن شاء الله يصير في تعاون بيننا وبين النورسات وبين سيادة المطران والكنيسة الكاثوليكية هناك في تغطية المناسبات والأحداث. سيادة المطران أبدى اهتمام كبير بالإعلام ومسؤولية الإعلام، مسؤولية الرسالة الإعلامية، فهنا التقينا على أهمية هذه الرسالة في خدمة الكنيسة وخدمة كلمة الرب. وتقدروا تتابعونا من خلال طبعا أخبارنا الأخرى. سيادة المطران فنديكتوس في المطران معين في بيت لحم طبعا ترأس الصلاة بعيد رقاد السيدة العذراء وانتقالها، فبعت لنا صور جدا جميلة من بيت لحم
واشتراك الرعية. وهناك أيضا خبز بكرسك، إنه الخبز المقدس في هذه المناسبة، والتقاء الرعية فحول مائدة المحبة، فبتحس الفرح اللي عم بيزرعوا المطران بنديكتوس بهاي المناسبة، ولمة هالرعية مثل لمة العيلة حول أبوها الراعي. فكل عام وانتم بخير لجميع كنائسنا الأرثوذكسية بهذه المناسبة. وأيضا كمان هناك أخبار أخرى بتقدروا تتابعوها في صفحتنا. عندنا أيضا تريز عواد المصري: تم تكريسها على البتولية من أجل السيد المسيح في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة الجبيهة بعمان، فمنقولها ألف ألف مبروك يا أخت تريز بهذا التكريس. وأيضا هناك مدارس البطركية اللاتينية في الأردن: الأب نصروين مديرا عاما، والسيدة سميرات مديرة تنفيذية، بنقولهم في بداية العام الدراسي. وأيضا لكل مدراء المدارس في بداية العام الدراسي، بيكون اليوم أو بعد يومين ببداية شهر 9 تباعا، يعني خلال هذا الأسبوع مقسمين كنه المراحل أنها تبدأ تباعا المدارس تداوم. فمنقول إن شاء الله سنة دراسية مباركة للجميع، ونتائج مبهرة للي على مقاعد الدراسة اللي بيكون عندهم هاي السنة آخر سنة أيضا توجيهي، مثل ما احنا فرحنا الأسبوع الماضي في النتائج الثانوية العامة. إن شاء الله هاي السنة كمان تكون سنة خير وبركة على كل طلابنا وطالباتنا اللي بيدخلوا السنة الدراسية الجديدة. حلقتنا اليوم طبعا عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. رح يكون معنا اتصالات مع أبونا بشير بدر، وهو مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج في مطرانية اللاتين في الأردن. وعندنا أيضا أبونا سالم مدنات، مسؤول بيت العائلة والاستشارات الزوجية في كنيسة الروم الأرثوذكس. وأيضا عندنا اتصال من أبونا فرح حجازي للحديث عن هذا الموضوع. واتصالاتكم طبعا مرحب بها على رقم تليفون 5833-7773. طبعا نحن في عنوان الحلقة علشان نكون محددين المنهاج اللي ماشيين عليه في هذه الحلقة: الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. المقصود في الزواج المسيحي. لما بنقول زواج مسيحي، ما معنى زواج مسيحي؟ ما معنى أسس الزواج المسيحي؟ كيف هي، ما هي الأساسيات الزواج المسيحي الناجح؟ فهذا هو محور حلقتنا، وهذا موضوع حلقتنا. وطبعا نحن تأخرنا على أبونا جورج رايحة في الحديث والصلاة، لعبين ما جهز المايكروفون لأنه في كان عطل في المايك. فالآن صوته مسموع شباب لأبونا جورج رايحة. نبدأ بصلاة أبونا، تفضل. صباح النور أعزائي المشاهدين، وأجمل ما نبدأ به صباحنا هي الدعاء، الله أن يحفظ الجميع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الآب القدوس الإله القدير الأبدي، يا من خلقت الإنسان رجل وامرأة على صورتك ومثالك، باركهما وكثرهما واحفظهما بالقداسة. يا من وضعت على رأسيهما إكليلا من حجر كريم، ويا من قلت امرأة فاضلة فأن ثمنها يفوق اللآلئ، بارك يا رب عائلاتهم وكل العائلات الناشئة والعائلات القديمة، العائلات الممتدة من الأبناء والآباء والأجداد، امنحهم بركة سماوية علوية. آمين آمين يا رب. تسلم أبونا. لما اخترنا موضوع الزواج طبعا كان في هدف معين أنه نثير هذا الموضوع.
هلا في ناس عم بتجرنا من خلال التعليقات لموضوع التكاليف وموضوع الإشكاليات والمظاهر الخارجية. طبعا هاي أمور خارجية نحن ما رح نبحث فيها بهاي الحلقة، رح نركز على أساسيات الزواج المسيحي. ما هو الزواج المسيحي؟ ما هي أسس الزواج المسيحي الناجح؟ لما بنفهم هذا المفهوم كل الأمور الأخرى بتترتب تلقائيا. لما بنأكد على هذا المفهوم، لما بنمشي بمسيرة الزواج المسيحي الناجح. ما معنى زواج مسيحي؟ تفضل أبونا. يعني بكل الاتفاقيات اللي تمت عبر بداية الحياة البشرية كانت لتنظيم الحياة سواء الاجتماعية أو العاطفية أو الاقتصادية، حتى كانت تنظم بعقود. نعم. وأغلب هذه العقود إلها صلاحية بداية ونهاية، إلا نعم. عقود الزواج كانت بكل الديانات هي مبنية على بدون نهاية مدة. نعم. فهي مدتها مفتوحة. هلا في ناس رح تزعل لأنه بتقول لك هي ليست عقود وإنما عهود. لا عهد. نعم هي. نعم. هذا اللي بدي أحكيه كنت. نعم. إنه ارتقى السيد المسيح بها. نعم. نعم. معنا اتصال مع أبونا بشير بدر، وهو مسؤول مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج في مطرانية اللاتين، وهو المسؤول أيضا عن برنامج التحضير للخطاب فدورات الخطاب. بنقول لك صباحك نور أبونا. صباح الخير وصباح النور. نحن شاكرين وقتك اللي عطيتنا إياه لهذا البرنامج للحديث عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. فتفضل أبونا، كيف عم بتشوف استعداد الأزواج أو الطالبين الزواج في دورات التحضير للزواج؟ كيف عم بتشوف استعدادهم؟ هل هم عندهم هالأسس اللي الزواج المسيحي المتعارف عليه؟ صباح الخير، بشكركم على الدعوة واللقاء للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا في حياتنا الإنسانية المسيحية والعائلية. وأنا بدي أحيي بجانبك الأب والأخ الصديق أبونا جورج. صباح الخير أبونا. صباح النور. صباحك نور أبونا الحبيب. حبيبي أبونا جورج، بحييكم. وهذه الحلقة جدا مهمة، أرجو يكون من يتابعها عدد كبير. فيما يختص بسؤالك، يبدو أن الكنيسة مهتمة أكثر من الأجيال. نعم. الأجيال الشابة في معنى الاستعداد الإنساني والمسيحي. نعم. للارتباط الأبدي في الزواج المقدس، لأن الأهل والخطاب نفسهم الله يكون في عونهم عليهم ضغط كبير من الاستعداد المادي، فيأتي الاستعداد الإنساني والمسيحي الروحي في محطة ثانية من الاهتمام. وهذا للأسف من التغيرات والتحولات اللي بنعيشها على كل المستويات في الزمن الحالي. لذلك استعداد الخطاب، يعني كما تستعمل الكنيسة رسالة الباب الأخير الإرشاد الرسولي فرح حب، هنالك ظلال وأضواء، في أشياء يعني قاتمة معتمة بدها إنارة، ولكن في أشياء أيضا وأمور منيرة ومنارة ومفرحة. نعم. في النفوس والقلوب والعقليات أيضا. نعم. فبالتالي يعني لا نستطيع أن نتذمر كثيرا، ولكن ما زلنا نأمل أكثر بهذا الجانب من الكنيسة وأيضا من الخطاب وأهليهم، إنهم يتعاونوا معنا ويقبلوا فكرة الاستعداد أنها لخيرهم. نعم. وأنا يعني ممكن أسرد كيف يصل الخطاب إلى الدورة بحالة من أنا إجاني اتصال ومش عارف كيف أنهيه. لا بسيطة أبونا، كمل، ما في مشكلة، صوتك واضح. نعم. بحالة من الاستعداد المختلف. نعم. ناس مبسوطين، ناس متشائمين، ناس بلا روح، ولكن بس تبدأ الدورة بصير هنالك تغير في الموقف.
وإقبال بصدق وتشارك. نعم. وهذا بأشر على مدى الاستعداد يعني. نعم. أنه هذا مش في محط اهتمامهم الأول. نعم. هل ترى أبونا أنه اهتمامهم بحضور الدورة من باب أنه هو متطلب كنسي أم أنه حاجة عندهم؟ الصحيح يعني الغالبية تأتي من باب المتطلب، وإحنا نقول لهم أنه هذه الدورة إجبارية بالمعنى الأدبي أو إلزامية بالمعنى الإنساني الأدبي لاستعدادكم، ولكنها أصبحت أيضا متطلب قانوني، أنه قد يكون أنه حد أقبل على الزواج بلا استعداد أو بلا فهم، وهذا خلل في مفهوم ارتباطه. قبل قليل كنت تتكلمي عن العقد والعهد. نعم الزواج في المسيحية هو عهد، ولكنه إنسانيا أيضا هو عقد. نعم. يعني في اتفاق، يعني الزواج هو عقد وعهد. نعم. هو ثنتين. نعم. مش واحدة على خلاف على نقيض الأخرى. نعم. طب أبونا هل ترى أنه الكنيسة لازم عليها كمان أيضا، والعائلة كمان، إحنا بنحط كمان مسؤولية على العائلة ومدارسنا، أنه بدء التحضير للزواج أو بدء التحضير لفكرة الزواج ومعنى الزواج المسيحي من الطفولة، من بحضروا الأولاد والبنات من وهن أطفال معنى العائلة، معنى الزواج، هل هذا مهم في التأسيس؟ يعني أنت بتشوف أنه في نقص بالتربية لما بيجوا الشاب والبنت على سن الزواج وعم بياخدوا دورة أو عم بيتزوجوا، هل في عنا نقص نحن في التأسيس من أساس العائلة، ما كان في عائلة مسيحية متربية على الأخلاقيات وأدبيات الدين المسيحي؟ بتشوف في هذا النقص أنه كان من الصغر مش مبني، أنه هذا مهم جدا هلأ في بناء الأسرة المسيحية، لازم يكون في أساس من البداية؟ شوفي دكتورة، الموضوع اللي طرحتيه جدا جدا مهم، وأشار إليه قبل أكثر من 40 سنة البابا يوحنا بولس الثاني. نعم. في الإرشاد الرسولي في. نعم. وظائف العائلة المسيحية، وكان بعد سينود سنة 1980. نعم. وحكى أنه التحضير إلى الزواج ما تقوم به الكنائس الآن، وحتى الدولة ابتدأت تعمل هذه الدورات، هذا يسمى التحضير المباشر. نعم. أو المباشر يعني القريب جدا. نعم. هو دعا إلى 3 مراحل من التحضير. نعم. تحضير بعيد الأمد اللي هو يبدأ كما قلت من الطفولة. نعم. في العائلة نفسها يشوف. نعم. كيف العائلة عايشة، مشان هو يفكر. نعم. يحلم كيف بده يعمل عائلة. هو هذا هو الخطوة والمثال. هذا أول تحضير هو داخل العائلة، والعائلة هي أول معلم وأول شاهد لمعنى حب العائلة ومفهوم الزواج والارتباط. نعم. ثانيا الاستعداد قصير الأمد اللي هو التعليم المسيحي، الشبيبة، الكشاف، الحركات الكنسية. نعم. على مختلف أنواعها نحن مقصرون. نعم. نعم. في لفت انتباه الأجيال الصاعدة اليوم ومرافقتهم في موضوع جوهري وحياتي، وهو. نعم. الارتباط في الزواج المقدس وكل ما يرتبط بشؤونه من. نعم. ثقافة إنسانية وتربية مسيحية على العلاقة، على الارتباط، على العهد، على الوعد، على الندر، على العلاقة الجنسية، على الصداقة، على التفهم، على الحوار، بكل أبعاد الحياة الزوجية. نعم. في هنالك بنظري تقصير تحديدا في فترة الشباب. نعم. وهي التي تسمى التحضير قصير الأمد. إذن. نعم. البعيد، القصير، والقريب. نعم. المباشر. نعم. نعم في تقصير، في تقصير عم بتشوف. نعم. وعم تشاهد يعني الحركات الكنسية تقوم، ولكن. نعم. ليس بطريقة منهجية. نعم. إنه واضح هذا الأمر، يعني هنالك لقاءات حول بعض هذه المواضيع ولكنها متفرقة ليست مترابطة. أنا أبونا يعني الحديث مطولا، يعني ممكن نمد حلقات على هذا الموضوع، وإحنا هلا رح نكتفي بهذا التليفون يعني، لكن إنه أنت وضعت بعض النقاط. نعم. المهمة. نعم. نعم. في تقصير بالكنيسة. نعم. في تقصير من العائلة نفسها،
على التحضير للزواج، لكن دورة الخطاب هي زي ما تقول ممكن تلملم بعض الأمور، لكن هي ما رح تكون إنه علاج لنقص في الحاجة عائلاتنا وطالبي الزواج الجداد. أبونا نتركك على العهد والوعد بأن تكون بالاستديو في أقرب فرصة إن شاء الله، ولكن دعني بس كلمة قصيرة ليكون العنوان واضح. هنالك عمل كبير تقوم به الكنائس نحو العائلة والزواج، هنالك تقصير بفترة الشبيبة عمر الشباب، التحضير المتوسط خليني أقول، ولكن هنالك جهد كبير وجبار تقوم به مختلف الكنائس في التحضير المباشر. إذن هو التقصير في فترة معينة يحتاج اهتمام وانتباه رعوي أكثر من الجميع، إن كان في الرعية إن كان في العائلة وإن كان على مستوى الأبرشيات. أنا أحيي كل الآباء وكل الدكاترة والمعلمين والمختصين في هذه الجوانب اللي عملوا معنا، والسنة عملنا دورتين وكان فيهم عدد كبير من الخطاب. يا ريت عندي فكرة واحدة إنه مختلف الكنائس قد يكون هنالك تعاون في بعض المواضيع وبعض المحاضرات لكل الخطاب المقبلين. وإذا حصل إنه كنا معكم في الاستوديو قد نتحدث بطريقة أوسع طبعاً عن هذا الجانب أكيد. الرعوي الجوهري المهم اللي دعا البابا فرانسيس إنه يكون واقعي ومبدع يعني متجدد. شكرا لكم. أنا بشكرك أبونا وصباحك نور يا رب، وشكرا كثير. وشكراً ومنحييكم من حي نور سات وكل جهودكم. الله يسعدك. شكرا لك. صباح الورد صباح النور. هلا مثل ما حكى أبونا بشير إنه هناك تقصير نعم في مرحلة الشباب، لكن نحن متغيرات العصر بات الآن الحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك إلى أهمية هاي المرحلة والتركيز عليها. كثير من عائلاتنا بتهتم إنه مدارس تكون متقدمة ومتحضرة وتكنولوجيا فيها عالي ونشاطات ولغات وإلى آخره، لكن الجانب الديني ما بيهتموا فيه. هل بيعطوا مثلا تعليم مسيحي؟ هل في هناك إرشاد ديني؟ هل في هناك كاهن أو راهبة أو يعطوا هذا الجانب المسيحي؟ للأسف أبونا أنا كأم ومثل ما بشاهد الآن متغيرات العصر ومتطلبات العصر، لما بيكونوا مثلا في أمهات عم بيحضروا وين بدي أسجل ابني بأي مدرسة طبعاً. كعائلة مسيحية بدي إيش أول سؤال بقول إيش اهتمامك إنه تكون في المدرسة بالزبط. أول إشي بقوله لغات وعلوم ومتق يعني وثقافة إلى آخره وكذا وهيك، وتكون مدرسة تابعة على التكنولوجيا المتقدم الأخير. آخر إشي بهتم إنه يكون في دين مسيحي، مع إنه أنا بلاقي إنه الجيل الجديد المتطلب الآن لكي تحفظ أولادك لمستقبل ناجح وأزواج ناجحين وعائلات أسسوا عائلات ناجحة من البداية من المدرسة من KG1 من KG1 يطلعوا هاي المدرسة. أنا كعائلة مسيحية وكمؤسسة يعني عائلة مسيحية مرباية يعني من جذورها على الديانة وعلى حب الله وعلى المحبة والمسامحة والمغفرة، وعنا إيمان بديننا، بختار مدرسة يكون فيها تعليم مسيحي. هلا احنا ما عم نشجع يعني على المدارس، صحيح بسطوا علينا المدارس المسيحيه على هذا المفهوم، لكن كعائلات مسيحيه بدي بالنهايه اوصل ابني يعرف شو معنات قدسيه العائله وقدسيه الزواج. اذا ما ربيته يفهم هذا المفهوم كيف بدي اكبره واصير اطلبه لما يتجوز. معنا ابونا سالم مدنات ان شاء الله بيكون يوافقني على هذا الحكي اذا عم يسمعه. صباحك نور ابونا. صباح الخير دكتورتنا الغالية، وصباح الخير لأبونا الحبيب جورج. الله يسعدك. المواضيع القيمة اللي دائما بتطرحوها وهي مهمة أكيد. نعم. أنت مسؤول بيت العائلة والاستشارات الزوجية كمان بكنيسة الروم الأرثوذكس، وعم تعملوا دورات للتحضير للخطاب، واستضفناك مرة في برنامج صباحكم نور. أين نحن أبونا من الزواج المسيحي الناجح بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر؟ أكيد أنت
كنت أيضا في المحكمة الكنسية، وكنت أيضا كمان تشهد على المشاكل الطلاق. هل تجد أن تأسيس العائلة المسيحية يبدأ الآن في دورات التحضير إلى آخره، أم يبدأ من الأساس؟ يعني نحن ممكن هلأ عم نقول إنه فات الأوان للي تجوزوا عندهم مشاكل إلى آخره، لكن الأزواج الجداد أو العائلات الجديدة لما بدها تربي أولادها إلى ماذا تنظر؟ دكتورة، أولا بشكركم زي ما حكيت على هاي المواضيع اللي بتنطرح. الله يسعدك. وحقيقة كنت مجتمع لحبيبنا الأبونا بشير للمواضيع اللي طرحها، اللي هي فعلا المواضيع كافية ورسائل واضحة أرسلها أبونا في مداخلته. نعم. وحتى أنت دكتورة المواضيع اللي حكيتيها، دكتورة اللي عم بنلاحظه أنه حقيقة الكم الهائل، ما بدي أقلل، ولكن كم هائل من فشل في علاقات زوجية عم بيصير للأسف. يعني أنا شخصيا لما بتحول لإلي أي قضية، إحنا عندنا بالقانون هلأ أي قضية تسجل في المحكمة الكنسية تحول لبيت العائلة لشهر كامل، على وعسى أن يكون في هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. نعم. يعني أول سؤال بسأله لهذول الزوجين أنه مش شو صار معكم بعد الزواج، يحكوا لي فترة التعارف والخطوبة كيف كانت، وبنتفاجأ أنه الكم الهائل من الخلافات والمشاحنات اللي ما لازم راحوا وقفوا أمام الهيكل وأمام المذبح. نعم. فحقيقة الأهل في تقصير، نعم في تقصير من الأهل. يعني إذا بدنا نرجع للزواجات في الماضي دكتورة، الزواجات بالماضي معنه ما كان لا في دورات تثقيفية. نعم. ولا كان صحيح. في أي تكنولوجيا، ومع ذلك كانت البنت والزوج، الزوج والزوجة، ويعيشوا داخل العائلة مع بيت حماها وإشي، وكانت الحياة مستمرة. نعم. تستمر، ما كان في لا تثقيف، ولكن كان في هناك تثقيف من الأم لبنتها إنه كيف تدير بالك على زوجك، كيف تدير بالك على دار حماك اللي راح تشكني معهم، ونفس الشيء للشاب. ولكن اليوم بنشوف زي ما حكيت دكتورة إنهم اهتمام كثير من الأهل للأسف، كيف بدنا ندرس ابننا، كيف بدنا نعلمه، كيف بدنا نأمنه بتأمين صحي، وأمور ثانية. ولكن للأسف ما عم بنشد أولادنا إنه يشتركوا في شبيبات، في مدارس أحد، بعض مرات حتى في دورات المقبلين على الزواج، إذا ما بنشد عليهم وما شوي بنستعمل شوي أسلوب التخويف. نعم. إنه إذا ما أخذتوا هاي الدورة وما أخذتوا هاي الشهادة ما رح يتم الإكليل. نعم. وزي ما حكى أبونا بشير، بيجوا الخطاب في البداية جايين بفكروا تقضية وقت، ولكن حقيقة دكتورة بعد ما يحضر الدورات بصيروا يطالبونا إنه يا ريت لو تكون مدة أكثر. شوف. نعم. لوين. فبنرجع بنحكي إنه حقيقة إنه العائلة والكنيسة معا إلها دور، ولكن شبابنا وصبايانا اليوم يعني بنلاحظ حتى على القداس الإلهي بيجوا بعد مرات بآخر ساعة آخر دقائق، بينما مع احترامي بيحضروا حفلات وسهرات ساعات. نعم. للصباح. نعم. وما بتعبوش. نعم. فإحنا دائما هون دائما إن لم يبنى الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. نعم. صحيح. إشي مقلق إنه زواجات اليوم عم بنلاحظ إنه في هناك خلل فيها. ومع احترامي دكتورة، يعني خلال فترة الكورونا كنا بنعرف إنه الزواجات تمت في وجود 10 أشخاص أو 20 شخص أو 50 شخص. نعم. وبدون حفلات وإشي. الإشي الملفت للانتباه، يعني خلال الفترة الماضية صبايا وبعضهم صاروا حامل، ماشي، صارت الطالب زوجها إنه كونك أنت فترة الكورونا ما عملت إلا حفلة، هاي أخت تزوجت وعملت حفلة، بنت عمي بتفاجأ إنه هي حامل، بنجبر الزوج يعمل لها حفلة ورتبها تلبس ثوب العرس بس لأنه بدها تعمل حفلة. فما عم نطلع للزواج إنه سر مقدس. للأسف كثير من شبابنا وصبايانا بالذات مع احترام لهم بتطلعوا للزواج عبارة عن مظاهر. نعم. عبارة عن فستان، عبارة عن سهرة، وليس إنه 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 حياة روحية. نعم. إنه بيوتهم تكون كنيسة بكل معنى الكلمة. نعم. للأسف أبونا، يعني هذا اللي عم نحكي عنه، عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر أو متطلبات العصر، اللي صرنا نهتم بمتطلبات العصر قبل الاهتمام في الزواج بمعناه المسيحي اللي طلبه السيد المسيح. لما بقول لك إنه الولد بترك أباه وأمه
ويلتصق في امرأته. يلزق. لا لا، يترك اباه وامه، يلتصق بامرأته وامها وابوها واخوانها. طبعا الدكتورة كل الاحترام، دائما انا بحكيها، في ايات بالكتاب المقدس بالزواج الشاب واهله بيحفظوها، وفي ايات البنت واهلها بيحفظوها، يعني لما طبعا طبعا لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته فيكونان كلاهما جسد واحد، ابدا لا تعني بالمفهوم انه انا انسى اهلي واتخلى عنهم، ولكن الترك اللي بنحكيه دائما هو انا بنشبهه دائما بقطع الحبل الشري ليوم الولاده. طبعاً طبعاً. لا تنتهي علاقه الام مع ابنها، ولكن في هناك استقلاليه. نعم. استقلاليه. ونفس الشيء الايه ايتها النساء اخضعن للجاري كنا كما للرب، لا تعني بتاتا العبوديه بل بمعنى الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل. شبهها كمان المسيح يعني والكنيسه، يعني ما شبهها. نعم. يعني لما نعم. بعطوها رمزيه المسيح والكنيسه بتقول لك لا. نعم. بخضعش للرجل، ما اعطاك شبه نموذج. فحقيقة عندنا يعني تقصير حقيقة، يعني عم بنحاول احنا بنشبه دورات الخطاب، يعني ما بننكر انه لها قيمة كثيرة، ولكن للبعض انه زي طالب التوجيه اللي قربت الامتحانات ولسه مش فاتح الكتاب نهائيا. نعم نعم، وهي دراسة اخر ساعة ما راح تفيده. اخر ساعة يعني. بالضبط، مشان هيك انا بقول يا ريت انه وعم بطرحها انا، وان شاء الله تنعمل انه الدورات هاي تنعمل حتى للشبيبات حتى قبل الخطوبة. حلو. شايفين؟ مشان هيك انا عندي حال، عندي شباب وصبايا مش خاطبين، ولما بيطلبوا مني ابونا ممكن نحضر الدوره، بالعكس بشجعهم تعالوا، مو شرط تكون خاطب او خاطبه، تعالوا. نعم. احضروا، هذا المطلوب منكم. حلو. نعم. ابونا كثير يعني اهتمام هلا الكنيسه، مش بس زي ما انت تفضلت اخر سنه توجيهي اعمل دورات تقويه واعمل دورات. نعم. تلحيه ولحق. نعم. اللي ماضي وكذا. نعم. لا. نعم. انه يكون من الاساس لما يبلشوا بسن النضج والمعرفة أكثر، يبلشوا يتحضروا لهذا. نعم. المفهوم، شو معنى. نعم. الزواج. نعم. معنى احترام، محبة. نعم. شو معنى مصالحة، شو معنى مسامحة، شو معنى مغفرة، شو معنى أشكر، أحمد، قناعة، طاعة، يعني هاي المفاهيم كلها المسيحية، كيف بدي أربي الولد عليها ويكبر، لأنه إذا ما تربى عليها كيف بدي أصير أطالبها لما بده يتجوز، يصير. نعم. يطلبها من مرته ولا من. نعم. الست تطلبها من جوزها، إذا هن ما بعرفوها بالأساس ولا تربوا عليها ولا عندهم حتى كمان شهادة. يعني إحنا بنحكي إنه في كتير عائلات بتجوز بيكون العائلة هي أساسها منفصل، يعني بيكون الأب والأم مطلقين، فبتجوزوا هادو التنين بالنسبة لإلهم يتطلقوا إشي عادي، هاي أبو وأمه مطلقين. نعم. لكن نعم. احنا زي ما تقول احنا بنتدارك الامر يعني مسبقا. في 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 انا يعني قبل فتره كتبت انه اختيار الشريك وعائلاتنا المسيحيه الى اين، لانه حقيقه في هناك ناقوش خطر بكل معنى الكلمه. نعم. يعني ناقوش خطر في 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 طريقه تربيتنا لاولادنا، في طريقه احترام اولادنا لزوجاتهم او العكس، لانه انه 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 كثير مرات هلا عند اللاحظ انه الشباب عند اول عائق اول مشكله بالحياه الزوجيه بترك وبروح. نعم. بترك. نعم. البيت، بينما والمشكله الكبرى انه لما بلاقي الشاب او الصبيه بالذات تشجيعي من الاهل انه خلص ارجعي اتركيه شو بدك فيه، احنا نصحناك، ما بتلاقيها صارت عندها اولاد بالتوجيه ولسه الام بتقول انا نصحتك انه هذا مش لك من شوف لوين. ففي عندنا دور كمان مش صحيح لبعض العائلات في انه بيساهموا في تدمير الاسره، بيساهموا تدمير العائله بكل معنى الكلمه. وحقيقه اذا بنرجع انه فعلا زواجات الماضي كنا من قرى انه كان العرس اسبوع كامل، اهل العريس او العروس يفتحوا بيتهم لكل القريه، كل القريه كانت تفرح. ماشي. ولكن الان للاسف بتلاحظي مبالغ بالالاف تصرف ولكن ما عم بتجيب السعاده للعريس والعروس، لانه صحيح. روح الرب ولا انتماء لهم للكنيسة. وبالمقابل قديش عندنا خطاب، قديش بتلاقيهم فترة الخطوبة ملتزمين بالكنيسة، وحتى يوم إكليلهم دكتورة، أنا عندي شباب يوم إكليلهم الخطيب والخطيبة إجوا حضروا القداس تناولوا، وبعد الظهر إجوا على الإكليل، وبعد أسبوع رجعوا على الكنيسة واستمروا لغاية هاي اللحظة، ما قطعوا القداديس لأنه عارفين بدون الرب لا معنى لحياتهم. هاي هي رسالة بنوجهها لأولادنا دائما حتى بدورات الخطاب، إنه يا أولادي بترجاكم خلي لكم أب روحي، خلي لكم مرشد بحياتكم الزوجية، لأنه هو رح يقودكم لبر الأمان. ما أعلى هالكلام يا أبونا، وهذا الإرشاد جميل جدا. أنا بتمنى أنه الكل يحضر هاي الحلقة ويشوف هذا الكلام الرائع ويرجع يعاود، يرجع يراجع نفسه
وين احنا واقفين، عائلاتنا وين واقفة، أولادنا وين واقفين، اللي بتحضروا هلا للمدارس عم بيسجلوا أولادهم على مدارس ولا على، وإيش متطلبات المدرسة، يهتموا بالجانب الديني الروحي. إذا مش موجود بالمدرسة حصص الدين مش عم ينعطى لأنه حطوا مدارس أجنبية إلى آخره، يهتموا إنهم ينسبوهم للبراعم، لفرق الشبيبات، للتوجيه. في عندهم يوم جمعة بيكون أو يوم أحد إذا بيعطلوا أو يوم سبت إذا بيعطلوا، يكون في من هالشبيبات أو هالبراعم في المدارس ينسبوهم لأقرب كنيسة أو أقرب رعية عندهم. فكتير مهم، فياريت عائلاتنا خاصة العائلات الشابة تدرك هذا الموضوع وأهميته. أنا بشكرك أبونا. يعني دكتورة في دائما في آية بسفر الأمثال روعة إصحاح 17 بتحكي لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت مليء ذبائح مع عظام. حقيقة بيوت كثيرة بتلاقي كل شيء فيها، نعم، ومأثى في أحلى عفش، ولكن روح الرب والسعادة مش موجودة فيها. موجود. وبالمقابل دكتورة بنروح على عائلات بنساعدهم شهريا في مواد تمونية أو مبلغ بسيط، تقعد عندهم ساعة وساعتين وانت مبسوطة قد ما في هناك سعادة ودفء داخل هذا البيت. نعم نعم، مع مزبوط، معك حق أبونا. شكرا لك أبونا، وربنا يبارك عملك وخدمتك وأنا بشكر وقتك. تسلم يا رب، إن شاء الله بكمان لقاءات أخرى كمان نتحدث عن هذا الموضوع موسعا، ولقاء لك خاص كمان بالنور ساد بالاستوديو يا أبونا. بتشرفني، الله يخليكم دكتورة، بتشرفني. الله يسعدك، صباحك نور أبونا. هلا هلا، شكرا، ألف عافية، شكرا. يعني هذه التركيز على الأساسيات العائلة المسيحية، لما بنقول قداسة البابا وكل الأباء الكهنة والأساقفة والكرادلة والبطاركة يركزوا على أساس العيلة المسيحية، هي بتطلع بالنهاية لجيل مسيحي واعي ومهتم ومحب لمسؤولياته. أبونا أنت بالبداية أطعناك وأنت تتحدث عن بين العقد والعهد نعم، في أكثر من جانب يعني ممكن الحديث عنهم في هذا السياق، يعني أكيد لأنه هو أبدي وعهد أبدي، بس بحب أنوه لقضية ثانية بما أننا نحكي عن الماضي والحاضر. اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني حقيقة سعادة الأزواج. يعني بالماضي كانت علاقاتنا الاجتماعية محصورة زي ما تحدثنا ما بين الحماة والكنة والمقربين من أهل جوزها ومن هيك. اليوم وسائل التواصل فتحت العالم كلياته، فمش كل اثنين متصورين ولابسين بحفلة وزوجة وزوجة انه هاي هي السعادة، ومو شرط انهم يكونوا سعيدين. وانا ما الزوج والزوجة اللي عندهم خلافات بسيطة اللي عندهم مشاكل لما بيشوفوا هاي الصور بيقولوا طلع كيف هذيك حظها اخذت هذا الشاب، طلع كيف انا على حظي، فبتدخل عقد نفسية ومشاكل كثير كبيرة منها. يعني في كثير بالمحاكم الكنسية كانت البينات، تخيلي دكتورة، كانت البينات والشهود انهم ساحبين برينت اوت بالفيسبوك، يقول تفرج شو تعليقه هو، تفرج شو يعني ادخلت مشاكل زوجيه، نعم، اذا جاز التعبير من الانترنت او نعم حديثي. هاي مشاكل ما كانت قائمه في الماضي. انا اليوم بتمنى انه الكنيسه تطلب من معاملات الزواج تطلب ايضا فحص الطب النفسي للزوج والزوجه، نتمناها هاي ان تدخل يوم. احنا نطلب شهاده خلو امراض من امراض الدم البلاسيميا، نعم، انه ما يكون في بينهم عدم توافق للإنجاب. نعم. ولكن أنا بعتبر أن اليوم أي خطيبين مقبلين أنهم يطلبوا منهم عند طبيب نفسي معتمد من قبل الكنيسة، وأطباء عندنا كثار من أولاد الكنيسة، أنه يكون إنها سوية، هو سوي، أنه يستطيع أن يعيشوا مع بعضهم البعض. هذا حلو، متطلب جديد عن جد، لازم وضروري الأيامات. نعم. هاي مع متغيرات العصر متطلب بالزبط. جديد يكون في متطلب الصحة النفسية بسموها. معنا اتصال أيضا مع الأب فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار، كيف حالك اليوم؟ اشتقنا لك، صدق زمان ما تم الاتصال فيك. احنا تحت الطلب. الله يسعدك، اكيد يا ابونا احنا ما بنستغني. الله يسعدك ابونا. عنوان حلقتنا اليوم عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، فماذا يقول الاب فرح حجازين في هذا الموضوع؟ شكرا لكم. بتوقع كان حديث أبونا بشير بدر وأبونا سالم بنات العزيزين، نعم، هو الهدف من أن يكون الزواج طريق إلى السعادة، هذا هو الهدف، نعم، من الزواج.
وحديث راح يكون كيف يمكن أن نجعل الزواج طريق إلى السعادة وليس إلى الشقاء. نعم. لأنه هذا هو الهدف من أجل الزواج الناجح. نعم. فموضوع راح يكون حول هذا النقطة الرئيسية. فضل. من المفروض أن يكون الزواج المسيحي مصدراً لسعادة الزوجين. نعم. ولكن يبدو أن في هذه الأيام أصبح الزواج عائقاً أمام السعادة. ما أكثر الزواجات في هذه الأيام التي أصبحت مصدراً لتعاسة الأطراف مما يحدو به من التخلص من هذه العلاقة الزوجية بأي ثمن كان، حتى لو كان على حساب الأولاد، ضحية الأنانية وسوء الاختيار عند الزوجين. لذلك بدي أتحدث بثلاث نقاط، بختصر من النقطتين. النقطة الأولى بعض التساؤلات، والنقطة الثانية شروط السعادة. أولاً بعض التساؤلات حول الموضوع. هل نعرف أن نكون سعيدين؟ هناك قول مأثور: السعادة للسعداء. أعني هناك استعداداً للسعادة، هناك تربية ضرورية على الإحساس بالسعادة. نعم. يجب أن ننمي فينا القدرة على السعادة، لأن نبقى منغلقين على أنفسنا. هناك أشخاص مهما قدمت لهم ومهما نالوا من خيرات ونعم وتوفيق لا يعرفون الابتسامة. يجب علينا أن ننفتح على السعادة، أن نسعد معا. هذا معيار للحب الحقيقي. فعلى الزوجين أن يريا إلى أي مدى يتحقق هذا المعيار في حياتهما، وماذا يفعلان من أجل ذلك. السعادة من طرف واحد ولاسيما على حساب الآخر هي أنانية، والأنانية لا تولد السعادة. كم من الوقت يخصص الزوجان لكي يصغي أحدهما إلى الآخر؟ كم من الضلال المخيمة على السعادة الزوجية تصدر عن عدم الإصغاء الواحد إلى الآخر؟ كيف نوفق بين السعادة والألم في الحياة الزوجية؟ لا مفر من المحن في حياة الإنسان، وسر الألم هو السر الحقيقي. والمسيح لم يأتي لجنبنا الصليب، ولكن حمله أولا وعلمنا كيف يجب أن نحمل صليبنا في حياتنا. الألم معا، يعني الزوج والزوج يتألموا مع بعض، يقوي روابط المحبة. قال أحد الأزواج: لقد تمكن حبنا من الصمود والبقاء بفضل الفترات العصيبة التي صادفناها، فسعادتنا أصبحت ممكنة لأننا تعذبنا معا وتعذبنا الواحد بسبب الآخر. أين نحن من أزواج هذه الأيام التي فيها لا يريد أحد الزوجين احتمال أي عذاب بسبب الآخر أو مع الآخر؟ طريق السعادة الزوجية ليس دوما مفروشة بالورود. السؤال آخر: كيف ينظم الأزواج عطلة نهاية الأسبوع في رحلة أو في طلعة؟ حدث حريق في إحدى البيوت، فاضطر الزوجان إلى مغادرته حالا. وفيما هما في الطريق قالت المرأة لزوجها: هذه هي المرة الأولى التي نخرج بها معا منذ 14 سنة. أرجو أن لا ينتظر الأزواج حريق في البيت حتى يطلع مع بعض مشوار. نعم. ما هي شروط السعادة؟ ليس هناك من وصفة جاهزة للسعادة الزوجية، لكن ما من شك أن السعادة الزوجية تعتمد على نجاح العلاقة بين الزوجين، وتبني بالهبة المتبادلة، هبة الجسدين وهبة القلبين. إلا أن هناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها، وفي احترامها يجد الزوجان سعادتهما. إن الحب ليس مجرد اشتهاء واستلاء واقتناء، إنه أيضا تقدم وعطاء. وذلك أن موضوع الحب ليس شيئا ما، بل هو شخص كائن في ذاته. والحب الحقيقي هو لقاء بين كائنين حرين، بين الشخصين يرغبان الواحد في الآخر ويريدان أن يهب أحدهما نفسه للآخر. هناك بلا شك الفرح الأعظم، السعادة العظمى، كما جاء على لسان السيد المسيح إن السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. إذن طريق السعادة الأولى هو العطاء المتبادل، وليس العطاء من جهة واحدة، واحد يعطي والآخر يأخذ. الشرط الثاني للسعادة لا للوحدة. كان الرومان يقولون: الويل الوحيد. الكتاب المقدس يقول: لا يحسن أن يكون إنسان وحده. أن يشعر المرء بأنه وحيد وأن ليس من شخص يشاركه أفراحه وأتراحه قد تقود الإنسان إلى الاستسلام واليأس. سئلت فتاة في العشرين: لماذا حاولت الانتحار؟ فأجابت: ما من أحد يحبني ولا أحب أحدا. هذه الوحدة قد يشعر بها المرء وهو يعيش مع زوجه أو زوجته. إن المشاركة بين الزوجين
أن الاتصال بين الزوجين لهو حاجة ماسة وشرط أساسي للسعادة الزوجية. إن غياب الحوار بين الزوجين تهديد مميت للعلاقة بينهما. تقول الطبيبة النفسية 85% من مرضاي يشتكون من غياب الحوار، ويؤكد بعض علماء النفس أن الصمت بين الزوجين هو أشد خطرا من المشاجرات الزوجية، لأن الصمت في الغالب هو علامة قلة المحبة. الهروب أيضا من الروتين، إن عدو السعادة الزوجية هو الروتين، فلا بد من إدخال التغيير على الحياة الزوجية. الصلاة أيضا ضرورية، عبثا يتعب البناؤون إن لم يكن الرب هو باني البيت. الصليب، إن الحياة الزوجية ليست دوما مفروشة بالورود، فهناك المحن والألام والإخفاقات. ليس هناك من تعارض بين الألم والفرح، إذ يمكن للمرء أن يتألم ويبقى في الفرح. القديس بولس يقول إني أسر في ألامي لأن حبه للمسيح أقوى من الألم. لذلك الزوجان إذا كان حبهما قويا فالألم لا يؤثر على فرحهما بل يقويه. يقول المثل السعادة تنجب السعادة، والسعادة عدوى. نأمل من العائلات السعيدة أن تنقل عدوى سعادتها إلى العائلات الأخرى، فنجعل من الزواج طريقا إلى السعادة وليس طريقا إلى التعاسة. وشكرا. شكرا يا أبونا لهالشرح الوافي على الزواج هو طريق السعادة، يوصل الزواج إلى السعادة فعلا. يا ريت يعني يتعضوا هالأزواج لهذا اللي حكيت فيه وتحدثت عنه، كان ما فيش هالمشاكل وما في كان هالقصص الكبيرة اللي عم تثار بهالمحاكم الكنسية كلياتها من قلة الحوار ومن قلة المحبة من قلة السماح المسامحة والتسامح والمغفرة والتعاون. فأساسيات زي ما حكوا الأباء الكهنة، الزواج المسيحي، ما هو الزواج المسيحي وأساسيات الزواج المسيحي. إذا كان الزواج مش مسيحي فيتعب الباطل يتعب البناؤون فعلا. بشكرك أبونا، بشكرك لهذا الشرح الوافي وصباحك نور. السعادة الإنسان هي في إسعاد الآخر وليس في إسعاد نفسه. فعلا فعلا فعلا. أمين يا رب. شكرا يا أبونا. شكرا شكرا لك. يعني أبونا أنا ما بتوقع يعني الإنسان العاقل مثل ما تفضلت لازم الشهادات صحة نفسية لكل المدعوين. أول إشي راح يحكوا لنا اللي بيشاهدوا خاصة من الشباب صحة نفسية إنه مقبل على خطوة بلا منها. بشجعوش على الزواج لأنه بفكر الزواج هو تقييد حرية ارتباط مشروط وخلص انت راح تدخل في قفص ما تطلعش منه. هو فعلا هذا كان فلتان. نعم هذا هو مفهومهم للزواج. بينما الزواج المسيحي الناجح، معنا الدكتور جلال فخوري انتظر طويلا على التليفون. تفضل صباحك نور دكتور. هلو صباح الخير. انا لان الوقت ضيق جدا جدا والله احنا نعتذر. ولذلك راح اوضح رايي انا بمقال. نعم جميل. نعم تفضل. راح اوضح رايي بمقال. حلو حلو ابونا. حلو دكتور. احنا شاكرين لك وانا بعتذر اباء الكهنه يعني انت عارف وقت. لانه ما ضلش وقت. نعم وبعدين اسف اقول لك انه الحلقه كانت مشوشه جدا جدا. الله يسعدك. شكرا لك دكتور، وانا بشكر كمان متابعتك دائما على وراح احكي لك على التليفون. الحلقه كانت مشوشه والافكار مشوشه جدا. انا شاكره لك دكتور، وانت كمان يعني انسان مطلع وانسان مثقف، واحنا دائما شاكرين تواصلك ومتابعتك، واحنا بانتظار مقالتك بخصوص هذا الموضوع، وان شاء الله رح ننشره على صفحتنا وايضا رح نتداوله مع بعض بيننا وبينك. بشكرك دكتور للمتابعة. شكرا يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. كان طال الانتظار لإله. أنا بشكر كل اللي تابعونا على صفحتنا وعلى اللي كتبوا على
على الصفحة والتعليقات. صباحك نور دكتورة، شكرا ضيوفك وأثرونا بالكلام الجميل. إبراهيم حمام ونور عياد وأيضا أم طارق جريس العيسى وأيضا غادة عطو ومها مرجي وريهام رحيم عيشو وريتا ريحاني نصراوي نانسي أبو هدبة مسيح وجورج غادة أبو الليل وجمال سليمان سامي بواب ومها إيبف جميع كل جليل طنوس وأنور عياد والأب بسام شحتيت أيضا صباحك نور ونور عياد عناد السلطي. وللأسف يعني أنا كنت حابة أنه الملاحظات والكومنتات نتداولها لكن نضيق الوقت، فمو مشكلة نحن أيضا سنثير هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. أبونا شو رأيك الحلقة القادمة أيضا نتحدث أيضا بهذا الموضوع لأنه جاب تفاعل شديد وكبير وفي بعض الأسئلة أثيرت فعلينا الإجابة فيها، فرح من جزء ثاني من هذه الحلقة. الحلقة القادمة رح يكون جزء ثاني من الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. فنشكر كل اللي تابعونا ونشكر كل اللي كانوا على البث، وأيضا نشكر كل اللي تابعونا على صفحتنا على نورسات جوردان. هناك ترنيمة سوف نهديها لكل متابعينا، ترنيمة من أداء وكلمات طعم جبارة وميرنا مراد زوجته ميرنا مراد، أهدوها في مناسبة زواجهم، فمنحب أنكم تشاهدوها وتستمتعوا فيها. فمنتمنى لكم نهار مبارك وصباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء. صخرتنا ونور الرجاء الله هو اللي بيجمعنا.
الحب نحن للوفاء عهد الرب وعدنا سوا نكمل هالعمر رغدوا